مرحبا بكم أعزائي المشاهدين عبر تلفزيون حضرموت، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي صحتكم. حلقتنا لهذا اليوم نتحدث فيها عن قيمة غذائية مهمة جدا لنوع من الأطعمة الشهية واللذيذة، وهذه القيمة الغذائية توجد في جميع أنواع هذا الغذاء، ومكلانا الحبيبة غنية بكل الأنواع من هذا الطعام. أكيد عرفتوا عن إيش بنتحدث. سوف نتحدث عن فوائد تناول الأسماك. تعتبر الأسماك من الأطعمة البحرية ذات القيمة الغذائية العالية والمهمة لصحة الجسم، ويحمل السمك العديد من الفوائد، فتناول الأسماك يعزز صحة القلب والشرايين وغيرها من الفوائد العديدة التي تحتويها الأسماك، فهو منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وكذلك الأحماض الأمينية والدهنية. ويعد السمك كذلك من أفضل الأغذية البروتينية، فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة والمهم لبناء الجسم. وللأسماك العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن أهم فوائد السمك نذكر منها الآتي: تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية، حيث يوفر السمك الأوميغا 3 والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن الضرورية لنمو الأعصاب والدماغ، ويضمن التطور العقلي والبصري السليم. وجدت بعض الدراسات علاقة ما بين تناول الأوميغا 3 وتقليل خطر الإصابة بكل من الاكتئاب والقلق وكذلك الزهايمر. عادة ما ينصح بتناول السمك مرتين في الأسبوع أو حتى تناول حصص صغيرة منه يوميا، وذلك للحصول على الاحتياجات كاملة من أحماض الأوميغا 3 الدهنية، فهي مهمة زي ما أسلفنا للحفاظ على صحة القلب والشرايين والوقاية من كثير من الأمراض. ولا يقتصر تناول السمك على الطازج فقط، بل قد يفي المعلب أو المجمد بالغرض. وكذلك من ضمن الفوائد المهمة والعديدة للأسماك الوقاية من التهاب المفاصل، الوقاية من السرطان، وكذلك الوقاية من مرض السكري، حيث إن السمك يساعد في الحفاظ على معدلات السكر طبيعية وتقليل خطر الإصابة بالسكري. إذن فتناول الأسماك والمأكولات البحرية سيكون له دور إيجابي لمرض السكري وللوقاية منه. ويعتبر السمك هو البديل الأمثل للحوم، فهو أقل بالسعرات والدهون الضارة وعالي بالبروتين. وينصح عادة بطبخ الأسماك بطريقة صحية مثل الشوي يعني تنار، وزي ما يقولوا ومن الصيد ما حرق، أو السلق أو البخار يعني صيادية، للحصول على فوائد السمك بأكملها، وتجنب قلي السمك الذي سيضيف عليه سعرات حرارية ودهون مهدرجة ضارة بالصحة. عزيزي المشاهد الكريم، قد يسأل سائل ويقول: هل السمك أو تناول الأسماك مفيد للمرأة الحامل؟ ونحن هنا نقول نعم، يعد السمك مفيدا جدا لصحة المرأة الحامل وجنينها، حيث إنه يحتوي على مستويات جيدة من الفيتامينات والمعادن المهمة في تطوير الجنين وبناء أعضائه من خلايا عصبية وكتلة بدنية وغيرها. نعم، يعد السمك مفيدا جدا لصحة المرأة الحامل وجنينها، حيث إنه يحتوي على مستويات جيدة من الفيتامينات والمعادن وأوميغا 3 المهمة في تطوير الجنين وبناء أعضائه من خلايا عصبية وكتلة بدنية وغيرها من الأعضاء. قبل ما نختم حلقتنا أعزائي المشاهدين، أحب أن أقول لكم أن القيمة الغذائية للأسماك موجودة في جميع أصناف الأسماك مثل الثمد، الزينوب، العيد، الصنوفة، وليست مقتصرة فقط على الأنواع الغالية مثل الديرك والجحش والغودة. ولذلك تناول أي نوع من الأسماك يفي بالغرض ويؤدي القيمة الغذائية المطلوبة. والآن وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، وإلى الملتقى، دمتم في أمان الله.